هذا بيا سميني مجدي يا قلبي على قناع سموليه سيده بيها ماكي قط لغو تسليه لغو تسلي الا ودنبين كلاك يا ميدك بيها اسبدليا قلبي جينا حمانه دو سمايو وحمان سي سمايو سي سمايو قلبي الهي بوه المعمية حمان تبو جعلانيا يعني ربي سبحانه وتعالى اودي سوه الماما نمعد الهي بوه الماما لذلك راتك اوح من قلبي يا كدعك رمحيتاي ان قلبي يا الهي اوه الماما مواقفا ومثالا تبعوا الرسول اذا خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجرتا قف أنا نجمت أه أنا نقل دمين أنا لإيمانين دمب حمان معصية قف أنا نجمت أه وحالي يابا إنو لي يمت ذنوب أما أولا إيمان يابا نبي صلى الله عليه وسلم وحولي هاي كل ابن آدم عليه. خطاء الله ابن آدم كأردن ويقل دميان صح قفك وحك عاسنا يا ربك للكا يا عركا بدا حولها يا أسيقب أبوري وحوب قعميسي كجيران أبود والبن إلى سبحانه وتعالى أولي يهي وح والبن وكو سمين كرا أدوم كيسا يضو السيداس أيو كو عاسين يا وحو إلو بيا إنو إلهي أجيدو الله كورا مالي تقيامو هدو إلهي سبحانه وتعالى كو استاجيو وكو ويديو وكو يراهدو أدوم كيغيو مكا أدي عاسين يسي حمان تأد لإيماني سي تنوب تأد لإيماني سي ما وحد إلو ذي إنا كوجي ذي ألم يعلم بأن الله يرى خف كميو سن أغين إن ربي أوجيد ربي آيات عاسين إيسا نعم دوين كوكسي آيات إلو بيسا آيات صداس آهن وحلقيا بإنا تكسي سعتت مع صدا إلهي وحولي هاي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قفك كالأحظة ذكري جيجا ومعاصدة كسقنا هذا حمانة كسقنا هذا ونانك كالأحظة فإن له معيشة ضنكا ذنوبتا لباتوينك أي لاذا أي كمتا هي نولال عريري أهأي الدريمي ساب بارك الله آن جهو غير عليس جوكتا يعني حوالا بان أهأي ستا بارك ماله فملك بوخ وحوالبا ما وحي كتمت ذنوب عجيب فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أديت ما ريت قياما أذيق عمولا أهيا لقصة صارية مجدي كدب حالا ذهي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أدونك ما كاجو وحوان أكا هذا لكن مجدي وحم أمجيدي صح وحال لي هاي آيادوين كينا آيات إلو ذي حمانت آيات كسوغناتي ذنب آيات لإيماني سي ذنبيغا لباتوين كأيلي ذا محاكم دا أبو بكر ماكي لصو شاكو ذنبيغا لباتوين كأغوين وذنبيغا نفتين أي أغيست وحاكم دا ماكا آن ذنبيغا سمينينو وحان هلماننا أما آن اسموك سينا إلهي سبحانه وتعالى إنه نوجيده تاسو معنى هذا أهو حرية وإن قل كليها قاد قشت إسكو حرتت إستهد قفنا مكوجيده لكن سقلبي قاقا وين الإلهي إني كفوقاته جركاري جواريح ذا الإلهي بأوري أمر كيسا بيكو شقيان وروح ذا إلهي سبحانه وتعالى قليئة وأود إلهي سبحانه وتعالى أود أسوينك قاضو ما أنت أودك عند كل قاضو ما أنت أود مسكحدين كل شقيسو ما أنت جركين وحكو شقيساك مكات سوك عيسي حلي وحد جرك إلى علنا رب سبحانه وتعالى ما يقفض أي غير يود أي وسداس أي تاي قول كارس كحرا وحليها وحيتها قف إي مجيدو محاك حماة بضنرات وحن
oo dambiga naf nolosheena u geysto waxay tahay inuu qalbigeena ku dhaco angag aan kala garanaynin maxaa fiican maxaa xun taa waa midda koowaad waa wax anaga na saameynaysa midda koowaad hal dambiyaa sameyne mugdiya qalbiga la gelinaysa muu leeyahay sida biyaha markii qad lagu tasliyo lagu tasliyo ilaa ugu dambeyn kalarka iyo midabka biyaha isbedelaya qalbigeena xumaan haduu sameeyo oo xumaan sii sameeyo qalbiga ilaahay buu hilmaamayaa xumaanta buu jeclaanayaa yacnii rabbi subxaanahu watacaala awoodiisuu hilmaama nimcada ilaahay buu hilmaama lidaalika raadka ugu xun qalbigaa ku dhici kara maxay tahay in qalbiga ilaahay uu hilmaamo dembiga aad la qabsatid aad ku faantid cidda ugu dambe aad ku faantid aad aadid kanaa xalsameyey kanaa gabdhaas ku sameeyey wiilkan saasa ku sameeyey kanaa dhacay qofkan saa ku sameeyey kuwii anaa xoog ku qaatay kaanaa sameeyey kaanaa dulmiyey kaanaa saas ku sameeyey xoogeygii iyo wixii la mid a ilaa ugu dambeyn sidii fircoon oo kale iyo dadkii waaweynaa maxaa keenay xumaantada ay joogtiyeen dhibaatada ay sameeyeen kibir iyo islaweyni iyo waxyaabahaasay gelinaysaa qofka waxaa la yihahdaa xitaa macaanka dembiga sax way kooban tahay sax waay qofka intaas mar waa intaas uu sameynayo waa daqiiqadooyin sax laakiin ciqaabta iyo xisaabta ayaa dambeyn doono adag sax laakiin taacada ilaah subxaana wa tacala waxaa laga yaabaa mashaqadiisa inay markaasay adag tahay laakiin waxa ka dambeeya ayaa ka raaxa badan kuma ka fadli badan allah ilaahayo kuwaas naga dhig ku raaxaysa macaankaas waa midda koowaad midda labaad waxay tahay in banaanka dadkii xumaanta oo kala kulantid sababta waxay tahay qofka markuu macaasidiisu ay badan tahay xumaatadiisu ay badan tahay noloshiisa oo dhan barakadaa laga qaadayaa hadduu had daqiiqadaha faraxsan yahay daqiiqa kadibna waxaa dhacaya inuu murugoonaya daqiiqadaha haddii wax kasta u hagaagto waxaa dhahaysa daqiiqad kale inay wax kastaa ka halaawaan daqiiqadahan hadduu yacnii wax walba u haysto daqiiqadahan way weynayaa daqiiqadahan wax walba hanti haddii la siiyo qanaacadiyaa ka maqnaanayso annahu wanaagga oo dhan iyo khayrka ilaahay wax yar aa ku haysto kuu barakeynaa lidaalika xumaantada dhibaatadeeda iyo raadka xun qofka ay ku reebto ayaa waxaaba ka mid ah middaas labaad oo nolosha qof lagu halaagaya midda saddexaad hadane wanaag iyo khayrki yaraa aa laazimi jirtay ayaa ka waxsanaysaa salaadii khushuuc la-aantii qur-aan akhriskii badnaa yani wanaagii badnaa sadaqadii khayrkii qaraabo xiriirintii baarinimada xitaa ha baarinimada xitaa way soo gelaysaa yani wax walba oo wanaag aa samayn jirtay waxa imaanaysa waxay tahay inaad gaabis la imaado waa marke marka aad xumaanta laazimtid waa marke marka hal xumaan aad samaysid aad fudaysid xumaan kale ku dhiibaysaa haddana way sii soconaysaa qof ma jira maanta mukhadiraadka iska bilaabay qof ma jira maanta zinada caadaystay qof ma jira maanta xijaabka iska dhigay qof ma jira talaabo ahaayeen cajiib aad iyo aad waxaa kaloo dembiga laba ayay u kala qaybsamaan sax dembi waxaa jirto oo weyn sax kabaa'ir dhunuub dhunuub waaweyn sax iyo dhunuub yaryar ah sax dhunuubta waaweyn waxaa ka mid ah kow shirkiga inaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa yacni cibaadadiisa qof kale aa u samaysid ama inaa qof kale aad waweydiisatid aad ka cabsatid aad tawakul iyo rajo iyo waxyaabahaas kulli shirkiga waa dembi ugu weyn yacnii diinta waxaa kaloo ka mid ah inaa qof aad dishid dilka qatlu nafs waxaa kaloo ka mid ah zinada walciyaa dadka zinada yacnii dunuubta ugu waaweyn yacnii ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah ribada qofka ribada inuu cuno u caadaysto ribada waxaa kaloo ka mid ah in yacni maqaati been ah shahaadatu zuur maqaati been ah aada furtid iyo salaada inaad ka tegtid zakada waalidiinta inaa caasi aa ku noqotid zakada inaadan bixin iyo yani dunuubtaasna waxay ka mid tahay dunuub oo waaweyn aad iyo aad iyo dunuub yaryar maxay tahay marka culimmada labadaas ayay u kala qeybiyaan labadaasna kusoo aroortay horta midda koowaad xadiiskada aa kusoo bilaabanaysa asaan buu leeyay qof walba anigii adiga dhammaanteyna annaga maanta aan meeshan fadhino
قف والبابني آدم خلضوا لا إيمانا خلضوا قلا إلهي حتى مؤمنين تمكوا أمانة كشكينا مده دد دنبي عن جلين مده إلهي الذين يجتنبون كبائر الإثم وحيكفوا قادة دنبي يذا واوين يعني قف مؤمن كا مغوزين الاس حمان تاس عاسين ماذا يعني دلك وحيا واوي إلهي حرم تيلي حوق ظلمي إيو إحلم ده كلي وكفوا قانا سمعان لكن يقول يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لكن خلضوا لا إيمانا قرضوا كدعا ها قرضوا كدعا قف عن قرض دمي مجهته هذه لما أنت هنا عن قرض دمي ناس مولي والي من هلاقي لها صابت قف عن قرض دمي مجه إلى هذا بغيانا قاوي سليما هنا صلاة ديات واو يعني مرخا كنت خشوع ديات قاوي نيسا مرخا كنت بنتني وحياة قرض دمي كاعد على رقيا والله ما أنتو هذا قف ناس كحمة رقيا اسهم ماكسن وحريا قوى أخسك وحي عباداتك طاعاتك فخصة إلهي كسيي نمعاد إلهي كسيي وحاس وإنك إسكي إنك تتلقيا ذلك قفك مؤمنك دمبي قرض وكدعا كو وحان هاي دمبي أنك سمنا قفل بوغيلي كرؤوك الله الصغائي قفل بوغلا قفل بوغلا تجديد الوبعين صلاة إلى صلاة كانت تكونيزت والغلافة رمضان أنت رمضانك والغلافة دمنا في داوي ديزنيزت والغلافة يعني تاسوا كو إيو وحاج الكبائر كبائرتا عدنة من نوا حق إلهي أكجليزت وحاكمت أهبا اندي يعني أتصرانكو هذا كمت إلهي أكجليزت إيو مت ذاتك كالكحرا وإلهي نعافي سبحانه وتعالى جل وعلا لذلك أيضا أستاذ أي تهيودا كبائرت مع الصغائرت دين دين وحيين وشاكتي ودوين وإلهي سبحانه وتعالى لابد أبوك عفنا الله لكن وحاجة على وحيدة هاي حلقة ذكا إن شاء الله تعالى يعني لما يستغنى سنة وقفة إذي السنة إلهي كو دمبيك كفوة لأننا نقبل ديقو رمضان دمبيك دافو اللهم آمين إنت كل مدونا حلقة ذكتا وحين كاكتغينا خيري وناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو